الوظيفة الجديدة اللي هو اتنقل ليها دي، ونعرف بناء على ايه كان قرار سيادة الوزير وزير الأوقاف. خليني أرحب بالشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف. شيخ جابر مساء الخير يا فندم. أهلا بك يا أستاذ عزة، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور جابر، أهلا بيك فندم. إيه الأسباب اللي حولتوا فيها عبد الله رشدي لحالته لباحث دعوي؟ بداية فضيلة الشيخ عبد الله رشدي زميل وأخ عزيز، ولكن في الآونة الأخيرة له آراء مختلفة، يعني أعتقد تسير على السوشيال ميديا، ونحن كوزارة الأوقاف دائما نقول ونؤكد أن صفحة الإمام على الفيسبوك هي منبره الذي يتحدث عنه، ولا ينفك ولا فرق بين منبره وبين صفحته، وما يستطيع أن يقوله على منبره هو الذي يقوله على صفحته، لأنه الصفحة والمنبر لا ينفكان بعضهما البعض. لماذا؟ لأنه هو قدوة ولا بد والناس تقتدي به، فإذا ما كان إمام وله منبر يتحدث من خلاله فتكون صفحته أيضا منبرا يتحدث من خلاله. وزارة الأوقاف أئمتها ملتزمون بالخط الوسطي، وجميع ما تقوله وزارة الأوقاف يعبر عن رؤيتها كرؤية مؤسسية وطنية تراعي الأبعاد جميعها. الأخ عبد الله وله آرائه الخاصة به ويفردها دائما على صفحاته، فهو يختار هذا الطريق أن يكون يتحدث بحرية دون النظر إلى أي أبعاد أخرى، فاضطرت وزارة الأوقاف أن تحيله إلى لجنة القيم ثم إلى التحقيق، وكان موقوف من شهر 2 عن العمل الدعوي ومنعه عن صعود المنبر وإلقاء الدروس الدينية، ولكن تصحيحا للوضع نقلناه إلى نفس مجموعته النوعية وهي باحث دعوة، وباحث دعوة هذا عمل إداري يتعلق بالأبحاث والبحث العلمي، يستفاد منه في البحث العلمي، ولكن المنبر بما في تأثير يعني على المواطنين وتأثير على الشارع وتأثير على الناس، نعم، فاضطررنا أن نبعده عن المنبر. اللي أنا فهمه من حضرتك شيخ جابر أنه آراء الأخ عبدالله رشدي آراء غير وسطية، أيضا أنه تحويله لباحث دعوي ده جزء أو نوع من أنواع العقاب. ليس عقابا، ولكنه هو نفس النوعية التخصصية التي اختارها المشرع في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نعم، في قانون 81، نفس العمل، بعضهم يعين إمام وبعضهم يعين باحث دعوة، ولا يقل هذا عن ذاك، ولكن نحن اخترنا له أن يكون باحث دعوة من نفس المجموعة التخصصية النوعية وفق القانون أن يكون باحث دعوة. ده بيتنافى مع أنه كونه يتحول لباحث فندم، اللي أنا أفهمه أنه ده يتنافى مع أن آراءه غير وسطية، يعني آراءه فيها جزء من طبقا لكلام حضرتك نوع من انواع التطرف شويه، هو غير وسطي. ليس تطرفا، ولكن هناك آراء وخط وسطي لوزارة الأوقاف. هو مش على الخط، هو مش على الخط ده، هو مش على الخط الوسطي. هو يريد ان يعيش بحرية في كلامه وفي فكره وفي آرائه، ده ما يأثرش بقى على وظيفته الجديدة فندم شيخ جابر. ده ما يأثرش على وظيفته الجديدة كباحث دعوي؟ لا، باحث دعوي هذه وظيفة لها درجة مالية ومستحقات مالية مثلها مثل الإمام، لا تقل عنها شيء في الأهمية في وزارة الأوقاف، ليس تنقيص له ولا تقليل له، ولكن هي وظيفة في الهيكل الوظيفي في وزارة الأوقاف. يعني نحن نريد أن نحافظ على المنبر وعلى التأثير في الشارع، لأن الموقف والوضع في البلاد لا يحتمل الآراء الأخرى، ولا يعني يتسع للضبابية في المشهد. نحن نريد الوضوح الرؤية في كل آراءك التي تقولها، هل تتسق مع الوطن ومع الحياة؟ لكن هناك آراء لا تتسق مع الوضع الراهن، فبالتالي وزارة الأوقاف تريد أن تنقي منابرها من الآراء التي قد تحدث لبسا لدى الناس. نعم، والآراء اللي ممكن تحدث لبس لدى الناس هي آراء من ضمن الآراء
اراء الشيخ عبد الله رشدي. طيب دلوقتي الـ يعني الفكره انه تحويله ده لمده عام، هل بعد العام يعود الاخ عبد الله رشدي على المنبر مره اخرى؟ لا، هو القرار يصدر دائما ندب بدايه ثم ينقل في نفس الوقت وفق الموارد البشريه، عندما تجتمع لجنه الموارد البشريه تاخذ قرارها بنقله نهائيا. لكن هو القرار الندب دائما يصدر لمده عام، اما النقل النهائي فليس فيه عام. فاليوم تشكل لجنه في شؤون العاملين موارد البشريه لنقل النقل النهائي. وقد يصدر قرار النقل النهائي اليوم او غدا ان شاء الله. هو قال يا فندم وصرح وقال انه هو لجأ للقضاء الاداري طالبا الغاء قرار وزير الاوقاف. واضح انه القضاء الاداري يوافق. نعم، نحن نحترم القضاء ومنصه القضاء تقول كلمتها وتمشي على الجميع، فاذا ما القضاء حكم له بالفعل سنة يعني تجيب لراي القضاء. هو ده اللي حصل معاه قبل كده يا فندم، القضاء الاداري رجعه مره اخرى. واستجبنا لراي القضاء ولكنه عاد مره اخرى يعني يتحدث باراء لا تتناسب مع رؤيه وزاره الاوقاف في المرحله الراهنه. نعم. طيب سؤالي الاخير لحضرتك يا شيخ جابر طايع، هل السوشيال ميديا اثرت على قراركم في وزاره الاوقاف؟ قطعا لا، نحن لا يمكن ابدا ان تسير وزاره الاوقاف اراء السوشيال ميديا او الاراء التي تكتب. امال عرفتوا منين؟ عرفتوا منين؟ هل متابعينه في الوزاره؟ متابعين اراءه في الوزاره فبالتالي نعم عرفتوا ان اراءه غير وسطيه؟ نعم. لدينا اداره اسمها الاداره الالكترونيه للدعوه الالكترونيه. نعم. ترصد كل ما يخالف وما الاراء وما يقال على السوشيال ميديا، ثم يتم عرضها على لجنه القيم والانضباط لترى رايها ان كان هناك اتساق مع رؤيه وزاره الاوقاف ام انها مخالفه لرؤيه وزاره الاوقاف. فاذا ما كانت هناك مخالفه تجتمع الراي اللجنه وتحضر الشخص وتناقشه في هذه الامور ثم تاخذ قرارها. شيخ عبد الله، هل منعتوا الشيخ عبد الله رشدي من استخدام عفوا الشيخ جابر، هل منعتوا الشيخ عبد الله رشدي من استخدام السوشيال ميديا في آرائه اللي بيكتبها اللي وزاره الاوقاف رفضها؟ لا نستطيع ان نمنع احد ان يستخدم صفحته، ولا يمكن ابدا ان نحظر على حريه احد، ولكن نحن نوجه توجيه ونقول هذا لا يتسق مع رؤية وزارة الأوقاف، لكن لا نستطيع أن نحجر على أحد، الحرية مكفولة للجميع، ولا يمكن أبدا أن نقف حيال يعني الحرية الشخصية، ولكن هو له أن يختار، إما أن يختار المنبر ووزارة الأوقاف يقول على منبرها ما يشاء، أو يختار منصة السوشيال ميديا فيقول ما يشاء، وهناك قوانين في البلد حاكمة تحكم. نعم. كل إنسان. نعم. بشكرك فندم، شكرا جزيلا. بشكر حضرتك شيخ جابر طايع رئيس القضاء.